مرحبا بكم في نشرة الأخبار عبر منصات سودانية 24. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن ياسر العطا، أكد عدم العودة للتفاوض إلا بالالتزام بمخرجات منبر جدة من قبل ميليشيا الدعم السريع، مشيرا إلى إصرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين على حسم التمرد بشكل نهائي. وهنأ خلال تفقده جرح العمليات بقاعدة وادي سيدنا، هنأ القوات التي نفذت العملية النوعية ببحر والتي دمرت جزءا كبيرا من القوة الصلبة للعدو، وقال إن هذا الشكل من العمليات سيتكرر بأشكال مختلفة في مواقع مختلفة في أوقات مختلفة دون الإفصاح عن ذلك. اختارت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم القيادي البارز بحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي أمينا عاما، والهادي إدريس وعضوة لجان مقاومة أم بدة هيام محمد بشرى نوابا للرئيس، وعضوة مجلس تجمع المهنيين هبة عباس عثمان مقررا للهيئة. واعتبر المتحدث باسم تقدم بكري جاكا بحسب سودان تريبيون يعتبر اختيار سيدتين في مناصب رفيعة يحمل دلالة إيجابية للمضي قدما في اتجاه التوافق بين مكونات تقدم، وقال إن أعضاء الهيئة القيادية توافقوا على اختيار نائبين للرئيس ومقرر الهيئة والأمين العام. أكد سفير السودان لدى روسيا محمد سراج أن السودان لن يتخلى عن التزاماته ببناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر وسيتم تنفيذ المشروع، وقال بحسب وكالة سبوتنيك الروسية إن هذه نقطة دعم لوجستي في البحر الأحمر وتم التوقيع عليها بين البلدين، ونحن ندرس هذه المسألة في إطار العلاقات الثنائية التي أرى أنها تتطور ونأمل في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، وأضاف السودان ملتزم بالوفاء بهذا الالتزام والمشكلة فقط في استكمال بعض المسائل الإجرائية ونحن لا نتخلى عن التزاماتنا ببناء القاعدة. وأكد أن الاتفاقية تم التوقيع عليها بين البلدين، في من واجب كل من موسكو والخرطوم تنفيذ المشروع. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار ضرورة العمل على توفير السعة التخزينية لاحتياطي البترول والكهرباء بما يدعم المخزون الاستراتيجي للبلاد والالتزام بالمعايير والمقاييس العالمية، موجها وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لإنشاء شركة الكهرباء التي تقدر تكلفتها ب70 مليون دولار، مشيراً خلال افتتاحه مستودعات شركة المجرى للبترول أمس إلى أن إنشاء شركة للاستثمار في مجال البترول يتسق مع سياسات الدولة المنفتحة على الاستثمار. كشف رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفر الليبية إبراهيم بلحسن عن إصابة 20 شخصا بينهم 12 في حالة حرجة ليلة الجمعة جراء حادث سير بالقرب من الحدود الليبية السودانية أدى لانقلاب سيارة تحمل 35 من اللاجئين السودانيين. وقال بلحسن بحسب وكالة الأنباء الليبية قال إن هذه السيارة خرجت من دولة السودان متجهة إلى ليبيا رفقة سيارة أخرى تحملان ما يقارب 70 شخصا من النازحين، لتتعرض إحداهما لحادثة انقلاب وسط الكثبان الرملية، وتم إبلاغ الجهاز في منتصف الليل فتم إسعاف المصابين وسط الصحراء بمسافة 350 كيلومتر جنوب الكفرة بالقرب من جبل العينات. وجه الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار الذراع الديني لحزب الأمة القومي عبد المحمود أبو نداء وحزمة نصائح إلى قادة التنظيم للحيلولة دون انشقاقه، ودعا في بيان إلى إقلاق الثغرات التي تعمق الخلافات واعتبر ما جرى تمرينا على الممارسة الديمقراطية وفتح صفحة جديدة قوامها التصافي والتعافي والتجاوز وتفعيل مؤسسات التنظيم وفق ما تسمح به الظروف مع عرض المستجدات على الأعضاء لإجازتها. وطالب أبو قادة حزب الأمة باعتماد منهج الشورى في التعامل مع مستجدات الأحداث مع إعطاء مساحة لقادة التنظيم للتحرك في حدود التفويض على أن يطلع المؤسسات على ما حدث، ودعا إلى إسناد الملفات إلى الكوادر المتخصصة وذلك لمساعدة المؤسسات على إنجاز مهامها في ظل تجاوز المؤسسات لأمدها الدستوري بسبب عوامل معروفة. أكد والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير أن القوات المسلحة تظل دوما درع الوطن وخط دفاعه الأول إذا اشتدت المحن والعواصف والفتن ويجودون بالنفس من أجل أن يحيا الوطن،
مشيرا خلال تفقده أمس معسكرات التدريب بالولاية إلى أن جميع القوات المسلحة الباسلة يظل محمولا من أهل السودان دوما على الأكتاف. من جانبه قال قائد ثاني الفرقة الأولى مشاب ولاية الجزيرة العميدة ركن خالد الحاج محمد، قال إن القوات المسلحة هي الركن الذي تأوي إليه الأمة إذا جد جدها، فهي دائما في شدة بأس يتجلى يدها على الزناد وعينها على مصالح البلاد والعباد، مشيرا إلى أن مرتزقة ميليشيا التمرد التي دخلت ولاية الجزيرة لن يخرج منها أحد، وأن القوات المسلحة أقسمت أن تلاحق كل من سولت له نفسه بالمساس بأمن واستقرار الولاية. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات السودانية 24. تقبلوا تحيات فريق العمل، في أمان الله.